رحلة حياة بولس الرسول ورسائله وتاريخ كتابة كل رسالة. معلمنا بولس الرسول ما قابلش المسيح حسب أغلب المخطوطات في حياته، يعني ما تعرفش على المسيح ربنا أثناء حياة المسيح له المجد على الأرض. لكن بعد صعود السيد المسيح وبعد انتشار الخدمة، المسيح له المجد ظهر لبولس الرسول لما كان شاول الطرسوسي وهو مسافر دمشق، يعتقد حوالي 38 ميلادي. يعني المسيح له المجد ممكن يكون صعد 30 ميلادي بعدها بحوالي 8 أو 10 سنين. وساعتها بدأت علاقة معلمنا بولس بالسيد المسيح، وتعمد على يد حنانيا، وبعدين برنابا استلمه وعرفه بالآباء الرسل. قعد فترة في الصحراء ياخد خلوة طويلة، وبعدين في دمشق ابتدى يخدم فترة صغيرة وتعرض هناك للقتل فهربوه، ونزل أورشليم يتعرف بالآباء الرسل، وهناك برضو لقى أن في ناس كتيرة متربصة له على اعتبار كان يهودي متعصب وأصبح مسيحي كارز. فساب أورشليم واستقرت خدمته في بلد اسمها أنطاكيا عند تركيا بين سوريا وتركيا. بعد سنين بدأ بولس الرسول يطلع حاجة اسمها رحلات تبشيرية، يعني يلف في أوروبا من أنطاكيا، يتحرك كذا سنة ويقضي كل شهرين ثلاثة في بلد ويرجع تاني أنطاكيا. الرحلات التبشيرية دي كانت بداية انتشار المسيحية في أوروبا، وعشان كده أوروبا تدين أساسا لبولس الرسول بمعرفتها بالمسيح. يعني إن كنا في مصر بنعيد بماري مرقس كأنه ده الرسول الأساسي بتاعنا، لأنه هو اللي بشر أفريقيا كلها وبداية من مصر. فأوروبا كلها تعترف بالفضل أساسا لمعلمنا بولس الرسول أكتر من أي رسول تاني. فأول رحلة تبشيرية خدت حوالي من 48 ل 52، حوالي 3 سنين وكسر. ما كانش بيبعت رسائل لأنه كان لسه بيتعرف بالبلاد اللي بيدخل. بعد كده لما رجع أنطاكيا فوجئ أن في جماعة من المسيحيين اللي كانوا من أصل يهودي متعصب ابتدوا ينادوا أن المسيحي لازم يبقى يهودي الأول ولازم يختتن، ودي بنسميها بدعة التهود. فبولس لقى أن الموضوع كبير، فسافر أورشليم مع برنابا وقعد مع الآباء الرسل الـ12 واتفق معاهم أنه ما فيش داعي لحكاية التهود ولا في لزوم للختان، ومش مطلوب أبدا للمسيح يبقى يهودي في الأول. لغاية كده وصلنا 52 ميلادي تقريبا ولا حاجة في العهد الجديد اتكتبت. لما طلع الرحلة التانية، رحلة التبشيرية التانية، بدأ يكتب رسائل. الرسائل اللي كتبها بولس الرسول كانت كلها بسبب ظروف تتعرض لها البلاد اللي بيكتب لها. أول رسالتين كتبهم كانوا رسالة تسالونيكي الأولى وتسالونيكي الثانية، دول بلاد في اليونان، تسالونيكي يعني بلد. وفي الرحلة الأولى معلمنا بولس كرز ليهم وأمن عدد كبير منهم، وبعد ما بولس سابهم بدأوا يتعرضوا لاضطهاد شديد من الجماعة اليهود ومن الجماعة الرومان في البلد. فبعت رسالة تسالونيكي الأولى عشان يصبرهم على الاضطهاد والألام ويشجعهم بقولة المسيح هيجي وكل حاجة هتنتهي. لما سمع قولة المسيح جاي بعضهم ساب شغله وبطل يشتغل، فبعت الرسالة الثانية يقول لهم لأ، المسيح هيجي صحيح لكن في علامات تسبق مجيئه، واللي مش عاوز يشتغل ما ياكلش. فأول رسالتين اتكتبوا في العهد الجديد كله رسالة تسالونيكي الأولى والثانية أثناء الرحلة التبشيرية الثانية، في حوالي بداية 52 أو 53 ميلادي. أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة في نهاية الخمسينات، الجماعة اللي كانوا بينادوا بالتهود فضلوا يلفوا البلاد ينشروا أفكارهم، فاضطر بولس يبعت لروما، روميا ما كانش لسه زارها،
عشان يشرح لهم مفهوم الخلاص، انه مش ضروري التهود، مش ضروري الناموس، المهم المعمودية والإيمان والحياة المقدسة في المسيح له المجد. فرسالة روميا كتبها في نهاية الخمسينات أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة، وكتب معها رسالة تانية اسمها رسالة غلاطيا، منطقة في تركيا، برضو عشان يشرح نفس المفهوم بتاع أن الخلاص بالمسيح وحده. في الوقت ده كان في بلد اسمها كورنثوس في اليونان فيها مشاكل كتيرة قوي، فبعت رسالتين ورا بعض الكورنثوس عشان يحل المشاكل اللي بتحصل في كورنثوس. يبقى كده بعت أول رسالتين تسالونيكي الأولى والتانية يشجعهم على الاضطهاد، وبعدين أربع رسائل أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة، روميا وغلاطيا كورنثوس الأولى والتانية. الشاطر اللي يحفظ الكلام. بعد كده معلمنا بولس الرسول اتمسك وهو رايح أورشليم يزور الكنيسة في أورشليم، وفضل مسجون كذا سنة، جزء منهم كان في أورشليم وفي بلد تانية جنبها، وبعدين اترحل من بلاد اليهود لروما عشان يتحاكم قدام نيرون اللي هو الامبراطور الروماني في العالم وقتها، لأنه بولس كان يتمتع بجنسية رومانية، وصاحب الجنسية الرومانية ده زي اللي عنده حصانة دبلوماسية، فمن حقه يحاكم قدام قيصر، وده اللي حصل فعلا، انه طلب انه يتحاكم قدام قيصر، فسافر روما واتحجز في روما شوية قبل ما يتعرض على نيرون. الكلام ده حوالي 62 ميلادي. اثناء سجنه في روما بعت اربع رسائل تاني، يبقى بعت رسالتين في الاول تسالونيكي الاولى والتانية، وبعدين اربع رسائل غلاطيا وروميا كورنثوس الأولى والثانية أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة، ولما تسجن بعت أربعة تاني، بعت أفسس وبعت فيليبي وبعت كولوسي وبعت رسالة لواحد اسمه فيليمون. يبقى كده خلصنا كام رسالة لبولس؟ 10، 2 في الأول وبعدين 4 رحلة تبشيرية وبعدين 4 وقت الأسر، وقت السجن بنسميهم رسائل السجن. بعد ما خرج من السجن أول مرة براءة ابتدى يحس أنه أيامه قربت تخلص، واليهود بيتربصوا له في كل مكان في العالم عشان يخلصوا منه، لأنه حول آلاف مؤلفة من اليهود للمسيحية، وغير كده هو كان رسول الأمم، يعني أكتر واحد بشر الأمم وخلى الوثنيين مسيحيين، فاليهود كانوا بيكرهوه معتبرينه سوى الأمم باليهودي وبوظ عليهم عزتهم يعني كيهود. فلأنه عارف أن أيامه قربت بعت بقى ما نسميه الرسائل الرعوية، يعني بعت للرعاة. كان تلاميذه واحد منهم اسمه تيموساوس بقى أسقف لبلد اسمه أفسس، وهو ده اللي هنبتدي الرسالة بتاعته، وبعت لواحد تاني اسمه تيتوس كان أسقف لمدينة كريت، جزيرة كريت اللي في البحر. فدي المرحلة الأخيرة من حياة بولس اللي بيوصي تلاميذه على الكنيسة، لأنه هو حاسس أنه مسافر السماء خلاص وعاوز يطمن على الكنيسة، فبيعلمهم إزاي يقودوا الكنيسة وينظموا. بولس الرسول لما بعت لتيموساوس أول رسالة وبعدين لتيتوس، بعت في الوقت ده كمان رسالة لكل اليهود اسمها رسالة العبرانيين، عشان يقنعهم ان المسيح اللي هو بينادي به هو المسيح المنتظر بتاعكم يا يهود، وان بولس ما كانش عمره ضد اليهود ولا ضد العهد القديم، لكن هو بيحقق العهد القديم في ربنا يسوع له المجد. اتسجن مرة أخيرة حوالي 67 ميلادي في روما، وكان منتظر بقى يحاكم مرة أخرى قدام نيرون، وساعتها كان عارف بالروح القدس أنه دي آخر فرصة ليه، وفعلا استشهد بعدها على طول. فوقتها كتب آخر رسالة في كلامه، رسالة تيموساوس الثانية اللي بنسميها رسالة الوداع، اللي قال فيها قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. فبولس الرسول كتب 14 رسالة على مدى حياته، كلهم في زمن حوالي 16 سنة، ما بين 52 ميلادي وما بين 68 ميلادية.
والرسائل كلها اتكتبت لظروف محددة. واحنا عندنا ايقونة جميلة جات لنا هدية للقديس بولس، هنبتدي نحطها بعد من الاسبوع الجاي عشان اجتماعنا على اسم القديس بولس الرسول، لان احنا مشغولين برسائل بولس، لان في ناس كتيرة بتعتقد ان الرسائل دي صعبة. بولس الرسول قد ما هو فيلسوف واسلوبه دسم، الا ان افكاره عميقة جدا وممتعة جدا، واللي يغوص مع بولس الرسول في كلامه يشبع بربنا ويفرح بربنا ويتعذب كلامه. اذا بولس كتب 14 رسالة، وهو بكده يعتبر كتب اكتر من نص العهد الجديد. يعني العهد الجديد 27 كتاب، 27 سفر، 14 منهم كتبهم بولس الرسول. وعشان كده الكنيسة اختصت ان بولس كل قداس لازم يتقري له حت في قراءة خاصة في كل قداس اسمها البولس، يعني جزء من ما كتبه بولس الرسول.